الحدود الشمالية والجوف. منطقة الحدود الشمالية هي المنطقة الواقعة في شمال المملكة العربية السعودية، ويحدها العراق والأردن من الجهة الشمالية، وشرقا حدود المملكة مع دولة العراق، وغربا منطقتا الجوف وحائل، وجنوبا المنطقة الشرقية، ومقرها مدينة عرعر، ويبلغ عدد سكانها 321,000 نسمة. ويوجد بها كثير من الوديان والسهول مثل وادي عرعر، وهي من أكبر المناطق في مجال الثروة الحيوانية. تتميز مدينة عرعر بموقعها الاستراتيجي. أما منطقة الجوف هي إحدى مناطق المملكة العربية السعودية، يبلغ عدد سكانها حوالي 440,000 نسمة. تعد منطقة الجوف من أغنى مناطق المملكة العربية السعودية بالآثار، وأهمها قصر ماردة التاريخي في محافظة دومة الجندل. مقر الإمارة مدينة سكاكا. تقع منطقة الجوف في الجزء الشمالي الغربي من المملكة العربية السعودية، حيث يحدها شمالاً وشرقاً منطقة الحدود الشمالية، وجنوباً منطقتا حائل وتبوك، ومن الشمال والغرب حدود المملكة مع دولة الأردن. تعد أراضي الجوف من أخصب الأراضي الزراعية في المملكة، وتمتاز بوفرة مياهها وعذوبتها.